احنا كنا عايشين في بيوتنا، اولادنا بيناموا على السراير متدفين. حتى لو كان وضعنا المعيشي مش مترفه، لكن كان في دفء عائلي، كنا عائله متكامله. تلاقي الدفى، تلاقي الماكل، تلاقي الضحكه على اطفالنا. اليوم اسوء الامور، فرس الدجاج تحولت لسراير لاولادنا، برد، حاله نفسيه سيئه، اطفال نفسيتهم مدمره. تخيل ان الطفل ما ينفقه في الدجاج. المكان سيء جدا، الميه بتنزل علينا، الرطوبه، برد قارس جدا جدا للاطفال، للكبار، لمرضى. حياتنا هنا بس مجرد انه احنا احيانا نتمنى انه ما يطلعش علينا الصبح، نتمناها انه خلاص، يعني يا ريت احنا نلحق الشهداء اللي راحوا، لانه بنعاني. قررنا نيجي هنا لانه احنا عائله كبيره، 27 نفر، 4 عائلات، 5 عائلات. بعد ما طلعنا من الشيخ رضوان انتقلنا على الزوايده، بسبب القصيب دورنا على مكان تاني ما لقيناش، العدد ده كبير. فاضطر احد المعارف، صديق يعني من عمتي، قلنا في مزرعه دجاج وقفى وتكفى، قلنا مش مشكله، قلنا فيها نستر حالنا فيها ومش عارفين وين نروح. فجينا هنا عانينا، وليتها حشرات، بعوض، عندنا اطفال. صعب تعيش مكان زي هذا، ايش انت جاي مكان مخصص للدواجن للطيور، فجاه تلاقي حالك انك بقفص. حتى الاطفال ما رضيوش انه بالاول، كنا لهم لا، يومين بتخلص الحرب ونرجع بيوتنا. لقينا القصه طوال، فاضطرينا ننام على فاز جاز. نزلنا لأدنى مستوى، إنه ما حد مهتم فينا، أدنى مستوى من الحياة اللي الحيوانات بتعيشها.